حبنا إليك صاعد ولم يزل ولا يزال ملك كريم يأتيك عنا بعمل قبيح فلا يمنعك ذلك من أن تحوطنا بنعم وتتفضل علينا بآلائك فسبحانك ما أحلمك وأعظمك وأكرمك مبدئا ومعيدا تقدست أسماؤك وجل ثناؤك وكرم صنائعك وفعالك أنت إلهي أوسع تقايسني بفعلي وخطيئتي فالعفو العفو العاف سيدي 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 اللهم اشغلنا بذكرك واعذنا من سخطك واجرنا من عذاب وارزقنا من مواهبك وانعم علينا من فضلك وارزقنا حج بيتك وزيارة قبر نبيك صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك علي وعلى آل بيته إنك قريب مجيب وارزقنا عملا بطاعتك وتوفنا على ملتك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا ذكرنا وأنثانا صغيرنا وكبيرنا حرنا ومملوكنا كذب العادلون بالله وضلوا ضلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا اللهم صل على محمد وآل محمد واختم لي بخير واكفني ما همني من أمر دنياي وآخرتي ولا تسلط علي من لا يرحمني واجعل علي واجعل علي منك واقية باقية ولا تسلبني صالح ما أنعمت به علي وارزقني من فضلك رزقا واسعا حلالا طيبا اللهم احرسني بحراستك واحفظني بحفظك واكلأني بكلاتك وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام وزيارة قبر نبيك والأئمة عليهم السلام ولا تخلني يا رب من تلك المشاهد الشريفة والمواقف الكريمة اللهم تب علي حتى لا أعصي وألهمني الخير والعمل به وخشيتك بالليل والنهار أبدا ما أبقيتني يا رب العالمين اللهم إني كلما قلت قد
فقد تهيأت وتعبى فقمت للصلاة بين يديك وناجيت ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت ما لي كلما قلت قد صنحت سريرتي وقربان النجاة لست توابين مجلسي عرضتني بلية فزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك نحيتني أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأوصيتني أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك يصلي أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فباعدتني أو لعلك بجرمي وجريرتي كافيتني أو لعلك بقلة حيائي منك جازيتني فإن عفوت يا رب فطالما عفوت عن المذنبين قبلي لأن كرمك أي ربي يجل عن مكافات القصر وأنا عائل بفضلك هارب منك إلي متنجز ما وعدت من الصفح عمن أحسن بك ظنا برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على